جديدة في حالات ومنطقة مساء الخير المرضى عليكم مشاهدي ومتابعي اللي موقع تابع مصراوي في كل مكان. لحظة الطفرة معاكم رمضان وعن يونس الصحفي كارثة موقع مصراوي. يمكن احنا جثة دلوقتي بنعرض وصاع لحضراتكم تفاصيل يقبض واقعة جثة في مقتل الثلاجة على عيادة المسن بسبب مشاكل ربة منزل جوه على يد ومشاكل على ايجارها شقة قديمة. بسبب معانا شريط الميديا خلاف على على ارضية الزميل شق مصطفى. الجيران التانيين هم دول بسبب الشقة اللي هم كانوا عاوزين ياخدوها، كانوا عاوزين ياخدوها الثمن، هم اللي محددين اكتر من الثمن ده ما ينفعش، والثمن ده اصلا ما كانش يجيب شقه، ما كانش يجيب اوضه تحت بير سلم، وكانوا عاوزين يمشوها من الشقه دي باي ثمن وباي وسيله. هو المبلغ كان معروض كام يعني؟ انا مش متذكر لان المبلغ اللي اتعرض من فتره طويله. طب نتكلم عن الاحداث من الاول. شقتك المبني عليها سكنت في الشقه دي من امتى؟ بعد الثورة على طول، مش هي من بعد الثورة على طول. بعد الثورة مباشرة. مباشرة، لأن والدي مات بعد الثورة يعني في حادث، فالشقة بتاعتنا طبعا بعناها، وأنا خدت الشقة ديت، وأختي الله يرحمها ويحسن إليها خدت الشقة اللي حضرتك صورتها هناك. هي ملك للمجني عليه. هي ملك للمجني عليه. عظيم، كويس تمام. تمام. المشاكل وطمع المتهم في الشقه ان هو ياخدها بدات من امتى؟ هو مش المتهم اللي طمعان فيها، المتهم كان مشاكله بسيطه معاها، كان علشان خاطر الميه بتنقط عليها، وده الموضوع كان منتهي وحليناه معاها، وهي حلته معاها من زمان تمام. اما المشاكل اللي هي يعني متصاعده كانت مع المتهمين اللي هم مطلقين حاليا، مثل سبيلهم يعني اللي هم شهدوا عليهم، اللي هم شهدوا على المتهم. تمام. مشكلة الشقة بدأت ان هم كانوا طمعانين في الشقة والمتهم كانت بتنقط عليه المية. ايه اللي حصل بعد كده؟ حضرتك انا بالنسبة للمتهم كنت اول مرة، انا ما عنديش تفاصيل خالص عن المتهم. عظيم. ما عنديش تفاصيل مطلقة. اللي هو علاء ما عنديش تفاصيل خالص عنه. تمام. لان انا هي كانت بتقول كده يعني الرتوش بالنسبه له، ده الميه كانت بتنقط عليه وخلاص اتحلت المشكله، وهي كانت بتجيب سباك، هم اللي كانوا بيقولوا ان هم قطع لها ماسوره الميه، لكن انا اشك في حاجه زي كده والله اعلم. تمام. احنا برضو ساده مشاهدين معانا زوجه شقيق المجني عليها برضو معانا في الاحداث، وبتكشف لنا بعض من الامور، بتقول ان هو كانوا بقطع عليها الميه. ايه تاني التفاصيل الخاصه اللي كنت عرفتيه عن الموضوع ده؟ يعني هما بس كانوا جيرانها على طول يتنمروا عليها ويضايقوها وهي طالعه وهي نازله، كانت على طول خايفه منهم، فكانت بتلجا للقسم ان هي تعمل لهم محضر او حاجه، فقعدوا يقولوا بقى دي هتسجننا وهتحبسنا، فكانوا يعني ما كانوش بيستجيبوا للحكومه حتى، يعني كانوا بيجوا مثلا يضايقوها برضه ما بيسكتوش ولا بيبعدوا عنها. ففي يوم الجمعه اللي هي كانت قبل يوم الحادث على طول كانوا عاملين معاها مشاكل جامده وقعدوا يتنمروا عليها، وبعد كده راحت القسم برضو وعملت لهم محضر وهددوها بالقتل، وهددوا جوزي بالقتل، وان هم هياخدوه وهيخطفوه يعني. طبعا بس امور بعدها على كلها طبعا في اجهزه امنيه واجهزه طبعا مسؤوله في الدوله، وفي ناس برضو من عندهم جت كتيره، احنا جيرانهم ناس كتيره جت من عندهم للراجل ده تهجموا عليه، واحنا البلوك كله وقف لهم ورحنا حاله تهجم على حضرتك دي بعد ارتكاب الواقعه ولا قبل؟ لا قبلها يوم الجمعه زي النهارده. ورحنا مع الراجل ده، كانوا في طفله مقفول عليها بنتها، بنت المجني عليها كان مقفول عليها، رحنا وجبناها اتهجموا عليها المربع كله ومسكوا فيها وضربوها وقعوها في الارض، خدوا منها محفظتها وورقها وتليفونها والباسورد والفيزا وكل حاجه. يعني هما مش اول مره بيتعدوا عليها ولا بيتنمروا عليها؟ لا مش اول مره. مش اول مره. تمام. يعني كان في احداث سابقه قبل اللي حصل. احنا يوم الجمعه اللي فاتت يعني ده تطور لحاجات قديمه. احنا يوم الجمعه اللي فاتت قمنا على صوت جامد، البلوك كله على صوت جامد، حريم برجاله جايين يتهجموا عليه، زعقنا معاهم قعدوا يقولوا مشكله ميه، قلت لهم مش السبب اللي انتوا جايين تتخانقوا مع الراجل ده، مشكله ميه الراجل ده في حاله بقاله سنين ساكن في وسطينا، بيطلع في حاله وبينزل في حاله، حتى اخته يعني زي ما بيقولوا بنشوفها هنا ما بتجرش شكل حد. عظيم. طب يعني شهاده ربنا يحاسبني عليها. نرجع لحضرتك بخصوص اللي بيتقال دلوقتي ان تم التهجم عليك وان تم الاعتداء على حضرتك.
ايه تفاصيل الامر ده وحصل ازاي؟ التفاصيل دي جت جم الساعه 9 الصبح، تمام؟ في واحد منهم قال لي دي اختك عامله لنا محضر واحنا عندنا فرح النهارده، تمام؟ انا طبعا علشان ان احنا من اصل كويس قلت لهم خلاص انا هفضل المشكله واجي معاكم القسمه خليها تتنزل عن المحضر. لما رحت القسم فوجئت ان هم عاملين لي محضر كيدي بتعدي بالضرب، بتعدي بالضرب، وده انا ما اعرفش عنه اي حاجه لغايه دلوقتي. هم واخدينه من وسطينا من هنا. رحت من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 4 الفجر. طبعا جيت الجماعه كانوا فاتحين، قلت لهم لو سمحت بس عشان انا مش عاوز خناقات، انا كل اللي انا عايزه اطلع اجيب البنت الصغيره ديت من فوق من غير مشاكل علشان ان انا اعرف اذا كانت ميته ولا عايشه ولا اي حاجه. تمام. بس مش اكتر ولا اقل. بصيت لقيت رحت طالع، انا حتى ما بصيتش، الناس اللي دول استنوني تحت قالوا لي احنا مش هنطلع. بصيت لقيت حريم طالع لي بيشدوا مني الكيس بتاع المجني عليها فيها كل متعلقاتها. طبعا ده ما شفتهاش بعد كده شويه، وبصيت لقيت المجني عليها جايه، راحوا متعدين عليها واخدين منها التليفون واخدين منها بطاقتها. التليفون ده حتى هي لابسه نقاب، قلعوها التليفون ده كانت منتقبه وقلعوها نقابها وما قالش التليفون ده ما شفناهوش بعد كده، خلوها مشيت كده يعني ما كناش عايزين ندخلوها الشقه. التليفون ده ما شفناهوش بعد كده مطلقا. لا هو التليفون اتكسر، هم كسروه ودلدغوه في القصر. التليفون زي ما هي ما قالت سواء تمام مسكوها لو اديها وخدوا منها البطاقه. تمام. الموضوع انتهى ان هم يعني حرركم محضر. يوم السبت بقى ايه اللي حصل؟ حضرتك انت بتقول ان رحت عملت محضر بتمكين الشقه. هي اللي عملت محضر بتمكين الشقه بعد ما رفضوا ان هم يدخلوها الشقه. بعد ما رفضوا وعملوا من الاسم ودخلوها شقتها عادي، بس كانت محبوسه لغايه يوم الحادثه، لغايه اخر يوم الحادثه. انا كنت بروح لها، انا كنت بروح لها عشان اودي لها اكل عشان كنت عارف ان هي يحصل لها حاجه. في سؤال اتفضل. دلوقتي حضرتك عرفت حررت المحضر بتغيب بتغيب شقيقتك، صح كده؟ وتصادف الامر، وتصادف الامر طبعا بورود محضر اخر بان شخص عثر على قدم لسيده تمام. طبعا بعد التحريات والتدقيق وتقنين الاجراءات تم العثور على ان ديت هي جثه شقيقتك. الامور دي عايزين نسأل عن التفاصيل دي، كانت بتتم ازاي وحضرتك كنت فنان؟ انا كنت في حاله لا يحصى لها، يعني انا تفاصيل ما كنتش. انا بصيت لقيت ان العربيه توقفت بتاعت الشرطه توقفت في اكتر من مكان. شخص رايح يحرر بلاغ بتغير شقيقته، هل كنت تتخيل ان الامر ممكن يوصل للدرجه دي؟ عمري ما كنت اتخيل حاجه زي كده ان هم يعملوا في اختك كده. عمري والله لو كنت جبت مليون عقل على عقلي ما كنتش اوصل للدرجه دي. هم هيمضوها مثلا وصل او هيمضوها هيبتزوها هيعملوا معاها حاجه يعني. هم فعلا كانوا عاوزين يبتزوني وكانوا عاوزين يمضوني على وصل امانه قبلها بيوم. وفي واحد اسمه مصطفى اللي هو من ضمن الناس قال لي انا هجيبها لك في شوال، قال لي هجيبها لك في شوال الراجل. فهو فعلا جت في شوال. لم تتخيل ابدا. مفيش اي سبب يعني اللي هم يعملوا فيها كده، ده لا ميه ولا غيره. هو امر مش منطقي. الاسباب بالنسبه لرده الفعل عامله ازاي؟ بيتقفل عليها باليومين وهي محبوسه عشان خايفه الطفله هي. فالتفاصيل دلوقتي مفيش طبعا مبرر للي حصل ده طبعا، واحنا شايفين ان الاسباب بالنسبه للي حصل هو امر غير منطقي وغير عقلاني. حضرتك بالنسبه للتفاصيل الخاصه بالتحريات والاجراءات لما كنت بتلملم شتات شقيقتك، انا لغايه دلوقتي حضرتك انا ما شفتهاش، انا شفتها بس على الموبايل بتاع الضابط، لان انا ما دخلتش المشرحه لغايه دلوقتي منعنا ان احنا نشوفها بتاتا. تمام. لانتهاء الاجراءات وانتهاء تصريح الدفع. ده امور بتتم واجراءات بتتم بشكل قانوني، والاجهزه المختصه لها طبعا لها ما يتراءى فيها في الموضوع. تمام. نكمل مع حضرتك التفاصيل بالنسبه للامور دي. الشخص المتهم ده حضرتك كنت تعرفه معرفه ولا؟ عمري ما شفته في الهواء يوم الجريمه، وعمرها ما جابت سيرته الا بالطيب. اللي هو كان جرى اللي هو
اللي هو مرتكب الجريمة. أما الناس اللي أساس المشكلة فدول بره مطلقين يعني، الحمد لله يعني، ممكن يعملوا فينا أي حاجة. حضرتك بتقول إنه كان بيهددوك بالقتل أكتر من مرة. أيوه، هددوا زوجتي إن هما يعملوا معايا أو يخطفوا ولادي أو يخطفوني أو يقتلوني. دي زوجتي هي اللي كانت بتقول بعد ما خدوني علشان ايوه هددوني، قالوا لي هنخطف جوزك ما كانش تمشي من البيت، هنخطفه وهنطلب فدية ومش عارفة ايه من كده. هم جه هنا بعد هم جم هنا خدوه. اليوم اللي واحد معاهم راح، واحد بس هو راح معاه القسم، ركبوا وراحوا القسم، وكان في واحدة ست ومعاها شاب، انا اول مرة اشوفهم برضو. لا ما شفتهاش قبل كده. قالوا لي احنا لو ما كانش هو ياخد موقف ويبعدها ويمشيها من البيت احنا هنخطفه وهنطلب فدية وكده. طيب بعد الاحداث اللي كنت بتسمعها دي، حاولت تتكلم مع شقيقتك في الموضوع تعرف ايه اللي بيحصل؟ انا حضرتك انا حاولت ان انا اتكلم مع العيله كلها، تسيب الشقه وكنا فعلا جايين هنعمل جلسه عرفيه انا واهلي واهل المنطقه كلها. لو حضرتك ممكن ان انا اجيب لك الناس اللي كانوا هيقعدوا في قلب القعده العرفيه ديت عشان نحل المشكله دي، لكن هم يعني كانت الامور اسرع مني بكتير. يعني احنا كنا هنقعد على النهارده، المفروض الجلسه العرفيه دي كانت النهارده، جلسه يوم الجمعه كانت بعدها النهارده، لكن هم تسرعوا وقتلوها لان هم مش عاوزينها تمشي. جريمه بشعه. هم في الاساس عايزين الشقه وعايزينها تمشي، ده اللي في مخهم، وهي صممت ان هي ما تمشيش لان ده حقها، ان هي ده بيتها. فهي يعني عند اللي خليها دلوقتي، احنا كنا بنعمل كل اللي في وسعنا علشان ان احنا ما نعملش تصادم معاهم، لكن دلوقتي الله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. انا واولادي مهددين في اي وقت ان احنا والبنت الصغيره. طيب نتكلم شويه عن الطفله او صغيره بنت شقيقتك، هي مقيمه معاك دلوقتي ومسؤوله من احوالها النفسيه عامله ازاي؟ حضرتك يعني هي تقول لك اكتر مني، انا ما دخلتش فيها. صغيره طفله عن هي حضرتك هو الواصي عليها دلوقتي. بص حضرتك، المفروض ان هي دلوقتي كانت تبقى في الامتحانات، هي من اول السنه ما شافتش باب الشقه، ما امها ما ورتهاش باب الشقه بسبب اللي بيعملوا فيها. من اول السنه ما خرجتش من الشارع خوفا عليها. طبعا يعني هي صغيره، 8 9 سنين، الامر ياثر نفسيا بشكل كبير عليها طبعا. طيب انت حضرتك مقيم معاها بقالك فتره دلوقتي ومجورها وبتمشي معاها باستمرار، ايه الحاله النفسيه عندها وايه؟ قبل كده كانت بتقول لي ان انا عايز اموت، وقفت فعلا قدام العربيات عشان تموت نفسها من الناس. المجني عليها؟ لا المجني عليها من كتر النفسيه اللي هي وصلوها ليها، كانت عاوزه تنتحر قبل الحادث، من كتر ما كانوا بيشتموها، من كتر ما كانوا بيعذبوها نفسيا وجسديا. تمام. ده كان تحرير محاضر يعني؟ لا بالتحرير المحاضر، احنا هي عامله فيهم اكتر من محضر، عامله فيهم اكتر من محضر، والظباط بشهاده الظباط، لو حضرتك رحت قسم النهضه هيقول لك هي عامله فيهم كم محضر، يا ريت تثبتوا المحاضر اللي هي عاملاهم فيها دي. بس يا محمود، لان دول ناس ما يعرفوش لا دم ولا دين ولا اي حاجه. تمام. حابب تضيف حاجه في الاخر؟ انا بقول يا رب ان احنا نقدر ان احنا ناخد حقنا باذن الله. كده كده الاجهزه الامنيه عندنا بتقف بالمرصاد طبعا، دي ويا ريت يا ريت يعني. انا بقول ان احنا النهارده انا اللي موجود هنا، بكره يكون غيري، بكره تكون ضحيه جديده، لو ما وصلناش للناس ديت في اعصى صوره بكره هيكون ضحيه جديده مش اكتر ولا اقل. فيا ريت ان احنا نشوف الناس ديت هم عايزين ايه بالظبط. تمام. شكرا.